افتتح مركز التعليم الشعبي أبوابه أمام المتدربين في مدينة قباسين في ريف حلب الشرقي، وينقسم المركز إلى فوجين، فوج للذكور وآخر للإناث، ويقوم المركز بتدريب الطلبة على بعض المهن كالخياطة والتمريض والحلاقة، إضافة لتقديم الدورات التدريبية على طريقة استخدام الحاسوب وصيانة الهواتف النقالة. طبعا هاي الدورات مدتها فصل دراسي كامل، نحن خرجنا دورة وهي الدورة الثانية. طبعا المعدات الموجودة عندنا والمركز بدعم من المجلس المحلي ومديرية التربية بالتنسيق مع الجانب التركي. يقدم المركز جميع التدريبات للمنتسبين بشكل مجاني، ووصل عدد الطلاب المنتسبين للمركز إلى أكثر من 150 طالبا و250 طالبة موزعين على أقسام المركز المختلفة. دوامتي 4 أشهر بالدورة، استفدنا يعني كثير شغلات. الدورة يعني هي كويسة، يعني ما عنده مثلا مصلحة، ما عنده شيء شغلي، بيجي عليها وبيستفيد يعني. ويهدف القائمون على المشروع إلى توسيع عملهم وبناء مدرسة للتعليم المهني لمساعدة عدد أكبر من الطلاب وسد احتياجات السوق التي ازدادت مع استقرار المنطقة. همام أبو الزين، حلب اليوم، مدينة قباسين.